نعمله انه دائما نكون نسمع اغنيه بجميع فيها اي معنى، اغنيه وطنيه او اغنيه اجتماعيه او الى اخره. اللي عملته بهاي الاغنيه انه حكيت مع اصحابي المحببين جدا من الفنانين وعملنا اغنيه عاطفيه تراثيه باعاده توزيع جديد مع مشاركه الفنانين لنوصل مسج مش شرط احنا نهتم دائما بس عشان مثلا اغنيه وطنيه او اغنيه اجتماعيه او الى اخره، لا ممكن نهتم باغنيه حب واغنيه عاطفه كلياتنا اصحاب، وهذا كان الهدف الموضوع. معنا نجوم من ايطاليا، معنا من كندا، معنا من الاردن، من الجزائر، من فلسطين، كلياتنا بيجوا بقلب طيب وعم تنفذ الاغنيه. شكرا لك. صراحة كثير مبسوطة، هاي أول إكسبيرينس تصوير فيديو كليب يكون مع 9 أشخاص وكمان ثلاثة منهم رافع ومنى. اللوكيشن كثير حلو قريب، الستوري بورد كثير حلوة، إن شاء الله يطلع شيء حلو أكيد رح تحبوا لأنه كثير حلو. شكراً. مبسوطين الحمد لله، عمل قريب شوي مجنون أول مرة أشوفه هيك، والله مفهوم يا رب يشرب يشرب إن شاء الله نعمل بيت عمره. الله يخليك. ثانك يو. بس اول ما قلت لها رحبت بالفكره كثير ومعناها على الكاميرا حابه لها شكرا. مع الكاميرا. خبرتكم كل شيء. والله صراحه انا في لوكيشن وكثير مبسوط والاتموسفير كثير حلو والفنانين موجودين رائعين جدا، كل متحمس بس بستنى نتصور يعني. الشغل يعني ان شاء الله الناس راح تنبسط منه كثير، زي ما بقول لك انا كثير مبسوط بالشغل. مين متفائل؟ طيب اكيد. It has been exciting to work with Gabbo with this project because the song is something quite new. For me it is fun to have also to work with such young and nice people. And I think that the song will be successful because you can sing, all of you can sing the song and dance with this song. Yeah.
كل فنان طبعا بدا اكثر على مشواره هلاك اخراج انا هذا بالنسبه لي هذا اول عمل انا متاكد ان شاء الله انه بعد ما ينزل الكليب تاعها تحسن الدنيا لانه هي هاي ستايل كثير غريب فيها ميوزك جديده فيها اشياء كثير غريبه فان شاء الله تنال اعجاب المشاهدين جدا بصراحه ابدع كمبو خالد لما دعاني للعمل صراحة شاركت كبيرة أول عمل من النوع بشارك فيه بدون أفلام وأنا مبسوط في تجربتي إن شاء الله يا رب إنه يكون في تجارب أخرى وتعطي مجال للفرق الفلسطيني إنه يكون موجود في الساحة الفلسطينية وهذا اللي بيأذي على الأحلام اللي فيه شكرا والله دوري بالكلمتين الكبير أنا مشارك معكم شاركت بنية كلمتين لما طلع علي المصطفى عجبتني الفكره وعجبتني الاسماء اللي يعني ان شاء الله يكون شيء لذيذ يصير دوري اكثر يعني اضيف اكثر حيوي شوي على الفكره